الله يشافي أمتي محمد كافة أجمعين، والله يخلي لنا محمد السادس والراية المغربية والمواطنين والناس، هذا راه مالك الفقراء والمساكين والمحتاجين، الله يخليه لنا والله يشافيه ويعافيه ويحيي المرض اللي فيه. هذا الشيء اللي كنطلبوا ليه، والمواطنين راه كلشي مواطنين من الاخر للاول. جيت قالك ما كايناش، قالك سلاو. حسيتي بشي اعراض مخاوف؟ لا ما قالت والو، ما حسيت حتى بحاجه، بغيت نديرها وصافي على الوقت، ما تعرف الوقت يجيب. الحمد لله بغيت نديرها، ملي قالوا لي جاوا قالوا لي راه كاينه كاين وكاين، بغيت نديرها. التحفيظ ديال شنو، ما تعرف الوقت شنو جايب، والله يحفظنا ويحفظ امه محمد. هذا الشيء اللي كنطلبوا لهم. جيت مره واحده نهاراش نهار الثلاثاء العشيه صافي، وجيت اليوم ها الورقه عاطيها لي الطبيبه. شتيها ما زلت يلا غادي داخل، اتصلتكم تما في الباب يلا جيت. كيفاش ضروري بنادم كاين عطيتي الصف؟ اييه الصف وتتلعب النوبه وتشوف واش غادي يقول معك. والحمد لله والشكر لله. عندك مامتين داير وحده، ها وحده في جيبي ها وحده هنا، لا توسخت هذه صبنوا هذه وندير الاخرى. والله يعمر ربي يشافي يا ربي. هذا الشيء اللي كنطلبوا احنا غالبين على سيدي ربي يرفع هذا الوباء. الشعب المغربي الله يعاونه ويعينه، الله يشافيه ويعافيه ويحيد المرض اللي فيه، ونطلبوا ربي يرفع هذا الوباء على امتي محمد كافه اجمعين. هذه راه بلاد القران، بلاد التسامح، بلاد الفقراء، بلاد الشرفه، والله يخلي لنا الملك ديالنا. راه حنا مغاربه 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 من 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 طنجه للقويره. انايا هذه شهر تاع الايام حسيت بشي حراره وحسيت بشي ضعف في الداد ديالي، عندي الجبيه ديالي جبيهات هذا تيقرصني تيحرقني، فهمتيني؟ هذه من جهه، هذا هو اللي شككني، ما درت حتى شي حاجه، حتى حاجه ما درتها الى يومنا هذا. دفعوني الدار قالوا لي يا ودي انت هذا شهر تاع اليوم وانت فيك هذا الشيء، وباقي ذاك كندوز شويه كيدوز ليا يعني مثلا سميتو، قالوا لي سير تاكد من هاد الالام، الا درتي التحليله تعرف شناهو كاين، هاد الضعف اللي فيك ولا وهاد السخفه اللي كتجيك، شوف دير شي سبب. ايوا نط هاد الصباح نجي، ولكني ما جبرت الناس يعني مثلا بزاف مهرجان كثير، انا سمحت في حقي وغادي نجي بحالاتي. نعم ما كاينش نظام، انا غنمشي بحالاتي ما عندي ما ندير. قالوا لي راهي غير يفوتوا واحد العدد وما يديروا والو باقي، هادشي اللي سمعته بنتي.